السلام عليكم ورحمة الله، أطيب التحية لكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بكم بلقاء متجدد معكم في طبيبك معك. واحد من أكثر الأمراض المزمنة حدة وانتشارا حول العالم مرض السكري، الذي بات هاجس للجميع كونه لا يفرق بين صغير وكبير، وممكن أن يكون سبب في وفاة كثير من المرضى اللي يعانون من عنده. وتزامنا مع اليوم العالمي لداء السكري اللي صار في يوم 14 تشرين الثاني، يعني قبل 4 أيام تحديدا، اختارينا أن يكون حديثنا معكم لهذا اليوم حول مرض السكري، أسبابه، عوامل الإصابة، وأيضا طرق العلاج. ورح يشاركني الحديث الدكتور مقداد الخزاعي، تخصص دقيق أمراض الغدد الصم وداء السكري. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور معنا. دكتور، قبل كم يوم كان هو اليوم العالمي لداء السكري، ومن نخلي أو منظمة الصحة العالمية أو الأنظمة الصحية حول العالم من تخلي يوم عالمي لفلان مرض، أوكي، معناها هذا المرض يعني مهم جدا، أكيد خطر، لازم الناس تتوعى عليه بالطريقة الصحيحة. ومعناها أكيد شافوا أنه مثلا نسب الزيادة مثلا بالإصابات أو المضاعفات اللي ترجع للمرضى تأخذ منحة خطير، بحيث أنه إحنا لازم نوجه العالم كله حول التوعية والوقاية والعلاج بطريقة صحيحة، وواحد من عندهم مرض السكري. فممكن أنه نتكلم فالدور أو أهمية وضع يوم عالمي لداء السكري، وإذا جاب نتائج بالنسبة للوقاية من داء السكري. هو بالحقيقة اليوم العالمي للسكري اختاروا يوم 14/11 لأنه يتزامن ويا عيد ميلاد العالم فريدريك بانتينغ، اللي اكتشف الإنسولين، أول من اكتشف الإنسولين وطوره. فلأنه هذا اكتشاف غير مسار الطب بوقتها، يعني فتخليدا لذكرى هذا العالم ثبتوا أنه يوم 14/11 هو اليوم العالمي للسكري. قبل ما يكتشف الإنسولين كانت الناس اللي يصابون بالسكري كان يعني يصاب بالسكري ويبدي ينزل وزنه ويتوفى حال الأمراض الخبيثة، يعني خلال أشهر أو ربما أسابيع يتوفى. فمن تم اكتشاف الإنسولين يعني صارت نقلة مهمة بالمجال الطبي يعني. فلهذا انه سووا انه يوم عالمي للتوعيه اكثر، ومثل ما نشاهد مع المشاهدين اللي هو 14 نوفمبر، اول احتفال كان في عام 2006، للهدف من عنده هو رفع مستوى الوعي حول تاثير داء السكري. انه لازم الناس تعرف، ادعم المتضررين. طبعا هذا احنا حشيت نحكي بالقياسات العالميه وبدول العالم المتطوره، اللي يعني اكيد يعني ماكو مجال انه المقارنه بين الوضع بالنسبه لمرضانا في بلدنا مع الاسف مقارنه بالدول المتقدمه. تعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي، وخصوصا للمرضى اللي يعانون من النوع يعني النوع الأول اللي هم يكون بصغار السن، يبدي من الأطفال. فهذا أكيد حيكون محتاج جدا الدعم من الأهل ومن كل الناس اللي محيطة به، وتشجيع التشخيص المبكر. هذا أيضا واحدة من النقاط المهمة دكتور اللي أريد نتناقش ويا حضرتك بيها. إحنا هسه العالم كله متجه حول التشخيص المبكر أو منع الحدوث، يعني انه مو الفخر انه يجيني مريض مثلا واصل بمضاعفات مثلا متاخره باي مرض كان، مو بس بداء السكري، واني انه راح اعالجه او راح انقذ حياته، لكن لا، الانجاز الحقيقي يكون لما امنع هذا المرض من الحدوث او اكتشفه على الاقل في المراحل الاولى حتى ما يوصل للمريض المراحل المتاخره. داء السكر مثل ما هو معروف نوعين، النوع الاول والنوع الثاني. باختصار شو الفرق بيناتهم؟ هو النوع الأول نوع مناعي، يعني المناعة الذاتية تهاجم البنكرياس، فتقريبا يتوقف إفراز الإنسولين بجسم الإنسان من عادة يصير أكثر شيء بصغار السن، ممكن يصير بالكبار بنسبة أقل. يحتاج 100% يحتاج الإنسولين كعلاج، وماكو أي علاج آخر يشتغل أو ممكن يحل محل الإنسولين. وللأسف هذا المفهوم مو بسهولة نقدر نوصله للناس. هواية منهم يتمنون أنه هذا الطفل ابنهم اللي أصيب بالسكر بلكي بيها مجال أنه نستخدم لحبوب. للأسف هو إحنا نتمنى هذا الشيء، بس للأسف حاليا هو الإنسولين هو العلاج الوحيد لهذا النوع من السكري. النوع الثاني نوع مختلف، هو راح تصير شحة نسبية بإفراز الإنسولين داخل الجسم. بالأصل هي تكون مقاومة لمفعول الإنسولين، وبعدين راح المقاومة هاي راح تزيد بحيث تفوق قدرة البنكرياس على إفراز الإنسولين. فالبنكرياس يفرز انسولين بكميه اكثر من الطبيعيه، بس ما راح يقدر يكفي الجسم لان الانسولين ما يشتغل
بطريقه كافيه يعني بالجسم. اها، يعني معناها انه اكو عندي انسولين، اكو عندي بنكرياس شغاله، لكن دا تصير عندي مقاومه بالضبط. بحيث انه هذا الانسولين مدى يفيدني او مدى يخفض مستويات السكر للمستوى المطلوب. زين اوكي، هذه المقاومه احنا نريد نتوقف يعني ليش صارت اساسا عندي مقاومه انسولين، لكن قبلها بدي اقول لك هذه ايش قد ممكن تستمر هاي المقاومه؟ اشهر، اسابيع، سنوات، يلا اتحول سكري لو ايش قد؟ هو مقاومة الإنسولين هي ممكن يعني ما لها حد معين ممكن يوصل به للسكري. يعني الإحصاءات هسه العالمية تقول أنه الناس المكتشف بهم السكري أكو تقريباً بقدهم بالمجتمع ناس مصابين بالسكري وما يدرون بنفسهم، غير مشخصين. يعني إيش قد نسبة السكري حالياً بمجتمعنا أو بصورة عامة؟ بصورة عامة بالعالم تقريباً 10%، يعني من كل 10 أشخاص أكو شخص مصاب بالسكري، وتقريباً بقدهم ناس مصابين بالسكري وما يدرون بنفسهم. موضوعة مقاومة الإنسولين هي الأساس. شيوع السكري النوع الثاني بكل المجتمعات وخصوصاً المجتمعات الشرق الأوسط تتزايد بأرقام مخيفة نوعا ما يعني. أوكي، خلينا نشوف هاي الصورة المخيفة صراحة. تمام. أيه. هذه هي توزيع السكري حول بالضبط العالم. بالضبط، هذا شيوع السكري بدول العالم. طبعا هذا يعتمد على الدراسات اللي تمت بكل دولة. إحنا عندنا هنا تشوفون بالخريطة يعني العراق باللون اللي الغامق النيلي أو الأسود تقريبا. لا العفو، العراق باللون الوردي. الوردي نعم. أي. بينما الدول المحيطة بالعراق باللون الأسود اللي هي أكثر شيوع بالعالم يعني. زين. بالحقيقة إحنا الإحصاءات اللي عندنا بالعراق مو إحصاءات كلش، مو سنويا دا نسوي إحصاءات، هو أعتقد إحصاء واحد صار قبل كم سنة. نعم. فالمنظمة العالمية معتمدة لا زالت على هذا الإحصاء. يعني إذا إحنا هسه باللون الأسود؟ أعتقد لأنه الدول المجاورة كلها باللون الأسود، وهو بشكل واضح هسه نشوف شمال أوروبا مثلاً أقل بكثير، أفريقيا أقل، بس المنطقة الشرق الأوسط من مصر إلى تركيا إلى السعودية كلها بالشيوع العالي. يعني نعم بالضبط، أعلى نسب الإصابات حول العالم، أعلى منطقة بالعالم، وإحنا من ضمن أيضا الإصابات العالية. زين دكتور، هذا الديستريبيوشن أو هذا الاختلاف يعني مثلا العرق يلعب دور مثلا فيش انتشار؟ نبدأ نشوف إحنا مثلا آسيا يعني هو محتل الإصابات. أمور جينية وأمور environmental يعني بيئية. الأمور الجينية مهمة جدا أكيد، لأنه إحنا نعرف السكري الشخص اللي عنده بعائلته والده والدته مثلا مصاب بالسكري يكون احتماليه اصابته بالسكري اكثر. السكري النوع الثاني مرتبط بما يسمى متلازمه الايض، يعني السمنه، قله الحركه، عدم الالتزام بالاكل الصحي. نعم. بس بنفس الوقت نشوف قد يكون شخص عنده سمنه اقوى ما يصاب بالسكري، او شخص عنده سمنه اخف بس يصاب بالسكري النوع. نعم. الثاني. هذا هو العامل يعني دور العامل الجيني بالموضوع. نعم، يعني خلينا نقول اكو فروقات فرديه بالاصابه. أكيد. او الاستعداد للاصابه بداية. فلذلك الشرق الاوسط جينات مثل ما تفضلتي، بس بالدرجه الاولى هي لا، الموضوع بيئي. يعني هو في كل الاحوال احنا كونا انه احنا اساسا بالشرق الاوسط وبالذات بالعراق، يعني هو هذا عامل خطوره رئيسي لانه يرجح اصابتنا او احتماليه اصابتنا لا سمح الله بالسكري بالمستقبل. طبعا اكيد مشاهدينا تقدرون تشاركونا بمحور حلقتنا لهذا اليوم وتطرحون اسئلتكم فيما يخص داء السكري على الدكتور مقداد عبر ارقام تظهر لكم اسفل الشاشه. زين، ارجع ويا مقاومه الانسولين اللي هي يعني فتشي كلش مهم في منع الاصابه بالسكري او الاكتشاف المبكر. نعم. شلون بتصير هاي مقاومه الانسولين؟ ليش دا تصير عندي مثلا؟ مقاومة الإنسولين هي شغلة أنا أسببها لو هي خلاص راح تصير، هي بيئية سلوكية بنفس الوقت. يعني اللايف ستايل، يعني طريقة الحياة مال الشخص نفسه، محافظته على وزن صحي، الأكل الصحي، تجنب الأكلات الغنية بالسكريات، ممارسة الرياضة. احنا نعرف ليش احنا قلنا قبل شوية دا تتزايد الإصابات بالسكري، لأنه الحياة العصرية. نعم. تخلي الإنسان يصعد من باب البيت بالسيارة ويوصل للدوام ويبقى قاعد بمكانه وبعدين يرجع بالسيارة. نعم. ماكو حركة مثل قبل 100 سنة مثلا، كانت ماكو سيارات وكان مشي هواية. أكيد بس. نعم. إذا نقارنها من ما كان أكو موبايل، ماكو أساسا سيارات. أي أكيد ماكو سيارات. نعم. فكان بزمن فريدريك بانتينج كان الموضوع لا أقل بكثير. نعم. بس هو عاشت إيده على أمزي لحقيقة اكتشفنا الإنسولين طبعا، ولا لو هسه على هالوقت هذا يعني كانت صارت مأساة لو ماكو إنسولين. إضافة لذلك يعني إحنا قبل 20 سنة
كان الهدف من نعالج شخص عنده سكري انه نسيطر على مستويات السكر ونأخر فقط نأخر احتمالية او موعد اصابته بمضاعفات السكر على العين على الكلى على الاعصاب على القلب بس نأخرها. بعد سنوات اكتشفوا انه هاي المضاعفات قابلة للمنع اذا اشتغلنا كلش صح، اذا المريض التزم بالتوصيات الصحيحة ممكن تمنع هذه. وهسه بالسنوات الأخيرة صار مبدأ جديد انه يسمونه بالانجليزي دايبتيك ريميشن، يعني بالعربي هو مو من عنده مو شفاء تام. نعم. بس استقرار بدون علاج. نعم. يعني وهذا الشخص اللي يوصل لمرحلة الدايبتيك ريميشن راح اذا حافظ على هالمرحلة راح يعيش حياته حاله حال الناس الأصحاء ما لم يرجع للأشياء اللي وصلتها لمرحلة السكر. نعم، وهذا أكيد يعني هو هذا هدفنا إحنا كأطباء. أكيد. إنه حتى أوصل لهي شو مرحلة. نعم. ويانا أول اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني أختي بها سكر. نعم. سوت عملية قسطرة. إيش قد عمرها؟ الدكتور يعني الأدوية اللي منعها من منظم مال السكر. فهذا ارتفع السكر. ليش يعني منظم يسوي سداد الشرايين يعني أثر على الشرايين؟ منظم قصدك مساعد سكر تاخذ جلوكوفيج لو دواء سكر عادي بس جاي دكتور لا سكر ارتفع يعني زين دكتور شو تحب تسوي؟ يعني تضرب انسولين هي هسه من تركت المنظم جاي ارتفع سكرها 400 البارحه والبارحه 300 انسولين كانت تاخذ انسولين الشرايين قال يحتاج فتح صدر فما اعرف يعني ليه ترجع المنظم زين محتاره هسه هي خطي تمام هو العلاج اللي يسمى بالعراق مساعد السكر. نعم. او منظم السكر الميتفورمين او الجلوكوفيج. نعم. الدكتور مو واضح تمام تقدرين تسمعيني من التلفزيون اذا تبغين ماشي عزيزتي وصلت فكرتك شو استفسارك المنظم ياثر على الشرايين يعني ترجع له عادي اوكي ترجع له ما ياثر عليها تمام هسه يجاوبك ان شاء الله الدكتور ظلي شاهدين شكرا لاتصالك عزيزتي خلينا ناخذ اتصال ثاني دكتور حتى نجاوبكم سوا الو الو السلام عليكم عليكم السلام يا اهلا ومرحبا الله يحفظكم سيد الله يخليك. نعم. العفو سؤال سيد. نعم. سؤال حضرتكم سيد للدكتور أنا سكري طبيعي يعني من 80 ل 120. زين. فنوبات يعني أقيسه ألقى 173 أو 183. زين. إيش وقت القيسه؟ تكون ماكل فاين. لا 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 العفو يعني اتناول وجبه الغذاء العشاء ورش قد ورش قد من الاكل تقيسه تقريبا ساعتين ورا ساعتين يلقى 173 183 ايش قد صار لعندك السكر وايش تستخدم علاج؟ لا هو يقول سكري طبيعي هو ما يعرف ما مصاب بالسكر اي بس شوف على الدوبات 183 او 173 اذا كان عندي توتر او ضاج او فد شيء يعني يصعد هاي الفتره ونوبات لا ينزل يضل على ال 120 100 يعني انت شيء. مشخص بداء سكري لو لا؟ لا لا ما مشخص لا الحمد لله وال 120 على الريق يعني؟ بالعفو يصعد بين ال 183 و 173 شنو يعني؟ وبس الارقام اللي 120 و 110 كانت على الريق؟ لا لا كانت هيك بدون تمام همين يعني اكو اكل تمام ماشي شكرا لاتصالك اسمع الجواب ان شاء الله من دكتور مقداد شكرا لاتصالك نعم دكتور بالنسبه للاخت اللي ده تسال على جلوكوفيج اذا هو يتعارض ويا التداخلات الجراحيه بالنسبه من اكو مضاعفات بالقلب او لا تمام هذا سؤال كلش لطيف لانه معلومات كلش مهمه اكو معلومات خاطئه بالمجتمع حول هذا العلاج هذا الجلوكوفيج الميتفورمين او مساعد السكري اللي يسميه العراقيين نعم اكو معلومات مخطوطه عليه انه مثلا هو ممكن ياذي الكلى او مثلا نوقفه هسه وبعدين ما نقدر نرجعه الدواعي علاج سعره رخيص وفعال جدا ويحمي القلب ويحمي يحمي كل اجزاء الجسم من مضاعفات السكر صحيح ما بي اي ضرر على الكلى بس مرات الناس اللي عندهم مشاكل بالكلى عندهم عجز درجه من درجات عجز الكلى احنا نقلل الجرعه او نوقفه عنهم مو لانه هو راح يؤذي الكلى وانما لانه اكو حاله عند الناس اللي مصابين بعجز الكلى ممكن تصير اكثر حاله مهدده للحياه ممكن تصير اذا هو مصاب بعجز الكلى واخذ الميتفورمين هي الحاله اصلا مو بالكلى اسمها بال يعني ميتابوليك اسيدوسيس لاكتيك اسيدوسيس فما لها يعني حتى بالناس المصابين بعجز الكلى الميتفورمين ما راح يضر الكلى بس هو ممكن يسبب هاي الحاله فقط عند الناس المصابين بعجز الكلى بالنسبه للاخت تعال ليش وقف الطبيب تمام
لازم يتوقف بالفترات اللي نسميها فترات الشد أو فترات الستريس. يعني مثلاً الشخص مصاب بمرض شديد يدخل مستشفى حمى قوية أو تجرى إلى عملية جراحية مثلاً، هذه فترة تعتبر فترة شد، فهم خطر اللاكتيك أسيدوسس بهالحالة راح يكون أعلى، فيصير الإيقاف مؤقت طالما هي تجاوزت مرحلة العملية المريضة وهسه وضعها مستقر، ممكن جدا ترجع على نفس الجرعة السابقة وما عليها أي خوف، يعني مو لازم تبقى متوقفة عنه. تمام، أشد إيدك لهذا التوضيح. زين، وبالنسبة للأخ اللي يتوقع نفسه أنه مو سكري بس أكو قراءات عالية. تمام، هي القراءات اللي ذكرها الأستاذ هي 170-180 بعد الأكل، هذه القراءات ممكن تصير عند الشخص الصحي بس هي أعلى من المتوقع. يعني الشخص الصحي غير المصاب بالسكري عادة 140-150 ممكن تصير بعد تناول وجبة بها نشويات عالية أو سكريات، ف 170-180 هي مو تأكد وجود السكر عنده بس تخلينا أكو شيء لازم يسويه حتى أتأكد. تخلينا بالضبط تخلينا نقلق أنه هذا الرجل قد يكون ربما مصاب بالسكري أو ما قبل السكري أو مستعد للإصابة. فلذلك الأخ المتصل اللي اتصل يحتاج يفضل يروح يسوي تحاليل السكر التراكمي ربما أو تحليل السكر الصائم بالمستشفى بمختبر حتى نتأكد ليكون مثلا عنده إصابة مبكرة وحتى ليضوج. يعني إذا كانت عنده إصابة مبكرة واكتشفت بشكل مبكر هسه ما يحس بأي أعراض واكتشفها هسه ممكن يرجع مثل ما قلنا قبل شوية يعيش حياته طبيعية بس نعدل اللايف ستايل مالته، ننزل وزنه، نبدي ربما بعلاجات بسيطة واحتمال بعدين نقدر نقطعها. أي تمام، أفضل ما يتقدم السكر يعني بعدين ويصير صعب. أوكي، يعني ما دام أنه أنت شفت مرة قراءة مو طبيعية روح وتحرى، أخاف أنه أكو سكر مخفي أنت ما تعرف بيه. أوكي، يبان اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. ماجد معانا؟ ألو ألو، السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم يا دكتورة. يا هلا ومرحبا، تفضل، شنو سؤال حضرتك؟ عندي زوجتي دكتورة. نعم. ممكن عندها سكر رفع قبل الريوب. ايش قلت؟ يسعى 350، يسعى 300 مرات 250، هاي قبل الريوب. زين. ورا الريوب ايش قد يصير؟ أخويا بلا تحمى عليك، اسمعني مباشرة من التليفون الله يرضى عليك حتى تسمعني بطريقة مباشرة. يصير مرات 400-500 يصير. زين، ايش تاخذ لعلاج هي؟ جاي سمعش من التليفون انا. اي ايش تاخذ علاج؟ جاي تاخذ حب هذا شلون بنادول. اوكي، هذا بورلي كنترول دكتور، معنا هذا السكر. شنو تحب تسأله على مود نستغل الوقت؟ اوكي، كم سنه صار للسكر عندها؟ ما اسمع زين لانه ما بدها تسمعني من التليفون. كم سنه صار لها مصابه بالسكري؟ كم سنه؟ صار تقريبا 5 سنوات. تمام، لان الاتصال ضعيف يعني لا بأس يعني تسمع الجواب بالتلفزيون. اوكي، 5 سنوات صار. وصلت الفكره. ماشي اخويا، ظل شاهدنا ان شاء الله تسمع جواب دكتور مقداد، شكرا لاتصالك. ويانا اتصال. الو الو، ابو علي ويانا. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله، يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا دكتور، تحياتي للدكتور. اذا كنت السؤال طبعا تفضل. انا عندي المتراكم كان 14. زين، اي تفضل، شنو التكمله مال السؤال؟ دكتور كان عندي المتراكم 14. نعم. حاليا نزل 10. بس عندي الم بالساق، يعني بالساقين الصراحه الم فظيع كلش. نعم. فما ادري، سويت عمليه قسطره يم خالد عنبر، سويت عمليه ثانيه قسطره بكربلاء، سويت عمليه ثالثه، يعني الحمد لله الشكر، بس السكر ما قاعد ينخفض. اما العادي انا اسميه يوصل يعني مش راوح دورات من 120 لل 200، ما يتعدى 250-300. بعد ايش تراكم التراكم مالتك بعد مرتفع دكتور مقداد؟ نعم. شو رايك؟ هو متوقع يعني من 250 300 يعني ممكن
يعني يقول ما يتجاوز ال 200 بس احنا نحتاج نوضح نقطه بعد ما انا نجاوبه انه الاتش بي اي 1 سي شوكت يكون موثوق يعني بالضبط نسولف عليه. تحتاج تسال شيء لو نجاوبه ورا لا تمام هو الحاله واضحه تمام الدكتور بس اهم شيء عندي الالم اللي بالساق يعني اوكي انت بدك تسال على الم الساق ان شاء الله يجاوبك دكتور مقداد شكرا لاتصالك ويانا اتصال من ام علي الو الو ام علي مبشره كانت خبرت يا هلا ومرحبا اي نعم تفضلي اجرح فتح الصدر ويا دكتور هي اختي سوت قسطره بس شرايها بعتي مسدوده فمحتاجه فتح صدر نعم يعني الدكتور يعني من حمل المنظم تمام اذا عندها يعني. عندها عمليه مستقبليه معناها الافضل تبقى ممتنعه عن هذا العلاج بس من تستقر حالتها يعني ورا ما تسوي العمليه ويعني ملحقات مضاعفات العمليه او ملحقات العمليه تشيل الخياط وكذا بعدين تقدر ترجع تستخدمه حاليا الافضل ما تستخدمه من راح تسوي قصد تمام راح تسوي عمليه بس تشخيصي يعني راح تسوي عمليه فتبقى ممتنعة عنه وبعد أن تكمل العملية وتقوم بخير وسلامة إن شاء الله تقدر ترجع له. تعرفون سكر جاي ارتفاع يعني 400 البارحة. حالياً ما ترجع تستخدم الميتفورمين بس لازم تغير جرعة الإنسولين للجرعة اللي راح تسيطر على السكر مالتها. الموضوع أبسط يصير بهالحالة. يعني هسه هي لازم ترجع على الطبيب تقول له إنه تراوي بورقة مسجلة إنه هالقد قراءاتي بتوصل فراح يغير لها بالجرعة. يزيد وينقص الى ان تستقر الارقام مالتها بس المساعد نبتعد عنه بهاي الفتره تمام شكرا لاتصالك واستفسارك عزيزتي اوكي خلينا نجاوب دكتور الاخوه اللي زوجته صار لها 5 سنوات والسكر ما مستقر قراءات نعم. جدا عاليه شو يحتاج مثلا تبديل علاج لو شنو هو من المؤكد انه السكر التراكمي مالتها الصور عالي كان والقراءات السكر مالتها على الريق 250 وفوق يعني فبهالحاله من المؤكد انه العلاج مالتها والنظام الغذائي النظام الحياتي اللي ماشي عليه مو كافي ابدا للسيطره على السكر مالتها فالخطوه التاليه لازم يتغير العلاج ويفضل تبدي بانسولين ممكن يكون بدايتها بالانسولين حاليا بدايه مؤقته نسيطر على السكر وممكن نوقف الانسولين وتستمر على حبوب غير هذا اللي ده تاخذه وممكن لا تستمر على الانسولين على حسب النتيجه اللي راح نوصل لها بالاسابيع القادمه بعد استخدام الانسولين نعم. بس هيك مستويات تنذر بالمشاكل يعني تنذر بالمضاعفات فالافضل التدخل السريع يعني انه نغير العلاج مالتها ونخليه يشتمل على الانسولين بالاضافه الى الحبوب يعني اوكي دكتور بالنسبه للاخ اللي سال وانطانا ارقام السكر التراكمي مالته نعم. اريد اسال حضرتك احنا ايش قد لازم كاطباء نعتمد على الرقم اللي راح يطلع لنا بالسكر التراكمي حتى انه اضبط المتابعه ويا المريض المصاب بالسكري. تمام هو ايش قد هدفنا؟ ايش قد نريد نوصل السكر التراكمي عند هذا الشخص، عند الشخص المصاب بالسكر؟ هو بالحقيقه ماكو هدف موحد لكل المرضى. يعتمد على حاله كل مريض على حده يعني. الارقام المثاليه المفروض بحدود 6.5 السكر التراكمي. نعم. بس بالناس اللي عندهم امراض مزمنه اللي عمرهم يتقدم مثلا 70-75 سنة نتنازل شوية عن هذا الهدف ونتقبل 7 أو 7.5 أو بعض الأحيان حتى 8 لأنه الهدف إحنا شو وقت نريد نسيطر على السكر سيطرة قوية الهدف من عندها أنه نمنع أو نقلل احتمالية المضاعفات المستقبلية من السكر فإذا شخص مثلا عمره 75 سنة وعنده أمراض مزمنة كثيرة ف يعني الأعمار بإيد الله بس إحنا نمنع فد شيء ممكن يصير بعد 10 سنين نعم. هل هذا الشخص ممكن يعيش 10 سنين بعد بالمقابل أنا من أنظم للسكر تنظيم شديد هو راح يكون معرض النوبات هبوط السكر بنفس الوقت فقد يكون هذا التدقيق الزايد ويا هذا الشخص يعرض النوبات الهبوط اللي هي ضررها أكثر من فائدة ضبط السكر بشكل حازم يعني نعم. يعني معناها انه زين هو سال على الم الساق قد يصير عنده هذا بسبب نعم. السكر؟ نعم على الاغلب اي بسبب السكر لانه هيك مستويات سكر السكر التراكمي مالته باحسن الاحوال 10 نعم اكيد راح بمرور السنوات راح اذا ما كان مسبب قبل راح يسبب له مضاعفات السكر الطويله الامد اللي واحد من عندها هو النيوروباثي تلف الاعصاب المحيطيه نعم. وهو للاسف يعني من يصير عندنا واحد من المضاعفات احنا لازم ندور على المضاعفات الثانيه اللي
ممكن تكون موجوده بس ما محسوسه. صح. لازم يراجع طبيب عيون على مود يفحص عينه، ولازم يشيك الكلى مالته ويا طبيب السكر اللي ده يشرف عليه، ولازم يشيك مساله الشرايين والتفاصيل مال القلب. بالنسبه للسكر التراكمي مالته، هو قال ليش انا عندي السكر التراكمي مال مدى ينزل عن العشرة؟ الجواب ببساطه مثل ما جاوبنا الاخت اللي قبله، انه معناها العلاج، طريقه العلاج وطريقه الحياه اليوميه مالتك ما ضابطها بالدرجه الكافيه اللي ممكن تنزل لك السكر. هم قد نحتاج انسولين ربما مؤقتا وربما على طول على مود ننزل السكر التراكمي للهدف اللي احنا نريده. الاعصاب المحيطيه، مشكله الاعصاب المحيطيه تحتاج بعض العلاجات اللي ممكن تسكن هذا الالم مؤقتا لعده اشهر بينما يضبط السكر مالته، وممكن يصير في بعض الاحيان يصير تلف الاعصاب المحيطيه والالم مالتها قد يكون مؤقت. هذا من يضبط السكر مالته بعد 6 اشهر او اكثر ممكن يشوف تلقائيا الالم ما عاد يرجع له. نعم، او جزء بدا يخف شويه او يتباعد بنوبات الحدث. يتباعد او ممكن يختفي عاده. زين. فحاليا يحتاج علاجات ربما تكون مؤقته للعصب، وبنفس الوقت والاهم انه يحتاج يشتغل صح على السكر مالته. فالافضل يراجع الطبيب اللي يشرف عليه حتى يعدل له العلاجات مالته وينطي نصائح على الحياه اليوميه. تمام، اوكي. دكتور، مثاليا احنا دائما نحب المريض اللي يجينا باي يعني تخصص حسب تخصصاتنا انه نريد نوصله لطريقه العلاج المثلى اللي احنا دارسيها ومتعلميها. نعم. مثاليا مريض السكري المفروض عند كم تخصص يراجع؟ يراجع فقط طبيب امراض الغدد الصم، لو اكو تخصصات اخرى تشترك المفروض بعلاجه؟ عاشت ايدك على هذا السؤال. هو المفروض يراجع اكيد باكثر من اختصاص، يعني مبين الايحاء من السؤال، بس نعم. اللي دا يصير بالعالم المتطور انه يكون مراكز متخصصة تكون كل هذه الاختصاصات موجودة، بدل ما يروح العيادة هذا الدكتور وعيادة ذاك الدكتور ويصير الموضوع مزعج نوعا ما. فأكيد يحتاج يراجع طبيب العيون على الأقل مرة أو مرتين بالسنة. طبيب العفو مريض السكر النوع الثاني من أول التشخيص لازم يبدي يراجع، بينما النوع الأول بعد تشخيصه بخمس سنوات لازم يبدي يبحث عن هاي المضاعفات المحتملة. طبيب أمراض الكلى ممكن طبيب الغدد الصم هو اللي يقول لك وقت تحتاج تراجع طبيب أمراض الكلى، لأنه مو روتينيا لازم يراجع طبيب أمراض الكلى. هم بعض الأحيان مثل ما الشخص الأستاذ المتصل قد يكون يحتاج يراجع طبيب أعصاب أو طبيب اختصاص ما موجود عندنا بالعراق، هو البودياتري، طبيب اختصاص الأطراف. بعض الحالات تحتاج تراجع مثل ما قلنا طبيب العيون، يعني عدة اختصاصات، حتى طب الأسنان ممكن يتدخل بهذا الموضوع، لأنه حتى طبيب التغذية ممكن أن يتدخل. أكيد هذا. نعم. هو طبيب التغذية هو المفروض يكون من ضمن التيم، طبيب التغذية وممرض السكري هذا من ضمن الفريق الأول اللي دوريا المفروض يشوف المريض السكري. نعم. احنا يعني يمكن على القطاع الخاص اكو يمكن عندنا هيك عيادات متخصصه لعلاج السكر، يعني اكيد المرضى اللي يعانون من السكر شايفين او مراجعين في مكانات، لكن بالمؤسسات الحكوميه اكو عندنا هكذا مراكز تخصصيه هو تعمل بهذه الطريقه؟ هو للاسف احنا هسه اني حاليا اعمل بواحد من واحد من اكبر ربما اكبر المراكز التخصصيه بالعراق، المركز التخصصي لغدد الصم. نعم. اللي بجانب مستشفى الكندي. الحقيقة إحنا ما وصلنا نقدم خدمة مثالية ولا تحت المثالية. نعم. يعني أسباب هواية، ما أعرف، مسألة مصاريف، تخصيصات كذا. نعم. اللي دا يتقدم أكيد أقل بكثير من حاجة الناس وأقل من استحقاقهم. فمثلا طبيب تغذية أو اختصاص التغذية بالمركز ما مفعل بالدرجة المفيدة للناس، يعني أمور هواية ما مفعلة. يعني نتمنى الله يمكننا ويمكن المسؤولين انه نطور من هذه المراكز، مركزنا وبقيه المراكز. نعم. بحيث تقدم خدمه افضل للناس. أوكي. للناس يستحقون. احنا طبعا اكيد مرضانا واهلنا وناسنا يستحقون الافضل اكيد. دكتور، اريد اسالك مساله الوعي. نعم. عند المرضى في حال لو انه توفر بالمركز الحكومي، احنا لانه ما نريد نكلف اي مواطن انه على القطاع الخاص او نوجهه على القطاع الخاص، بس نحكي على القطاع الحكومي، في حال لو توفرت هاي الاشياء المثاليه اللي احنا نحلم بها. نعم. تتوقع المريض انه راح يتقبلها، راح يتعاون ويا الطبيب، راح ينفذ التعليمات بالنسبه من طبيب التغذيه، من طبيب الغدد الصوم، من طبيب العيون او التيم الكامل اللي دا يتابع حالته؟ هو جزء من التيم نفسه اكو بالعالم المتطور، اكو شخص يكون
عنوانه مثقف سكري، يعني راح يثقف هذا مثل ما اللي دنحكي او دنحكي بعض من عنده، انه نريد نوصل فكره للناس انه انت لازم تراجع طبيب العيون، لا تهمل الموضوع، حتى اذا انت دا تشوف زين احتمال بادي عندك اضرار وانت بعدك دا تشوف زين، فعلى مود تتجنب انه يتقدم الموضوع وتجي مكرسه مرحله عمى، المرحله اسوأ بالضبط. نعم. عرفتي ذيش. فالمثقف السكري هنا دوره دور مهم. يعني ابسط نقطه انه التثقيف بالسكري، ابسط شيء مثل ما قلنا قبل شويه الشيوع السكري دا يزيد، الاصابات دا تزيد بسبب نمط الحياة العصري الحديث اللي دا نستغله بشكل مو صحي. يعني مثلا بالدول المتقدمة أي إنسان بغض النظر عن خلفيته شنو تاريخ العائلي، أهله عندهم سكر أو لا، من عمر قبل كانوا يقولون من عمر 40 سنة إذا ما عنده أي أعراض وما عنده تاريخ عائلي وما عنده سمنة لازم يشيك، حتى إذا هو كل شيء ما عنده. أما إذا عنده عوامل الخطورة مال السكري، سمنة، إنه حياته قليلة الحركة، نعم، موظف وقاعد وراء الميز، أو عنده تاريخ عائلي، أو سيدة مثلاً عندها سابقاً سكر حمل، نعم، مرة من المرات، أو حتى ما مشخص سكر حمل بس قد يكون إحنا نسألها إنه طفلك من انولد، نعم، إذا طفل وزنه عالي فهذه ممكن تخلينا نشك بالموضوع. هذولا لا، لازم مرة كل سنة إلى 3 سنوات، حتى إذا شيك اليوم عمرها 25 سنة تشيكت وطلعت طبيعية، ممكن ورا سنة أو ورا سنتين المفروض تشيك، لأنه اللي زين اليوم ممكن باكر ما يكون زين، وإحنا نفرح إذا تبقى على طول زينة. تشيك لي تراكمي لو فاستينج لو راندوم لو شنو؟ هو إحنا عندنا عدة طرق نشخص بها السكري. السكر التراكمي واحد من عدها هو أسهلها. كسكرين بالضبط. سكرينينج ممكن الفاستنج، السكر الصيامي، قياس السكر الصيامي والسكر التراكمي، سكرينينج هذا اللي الأسهل. طبعا هو الأدق هو فحص بالعربي اسمه تحمل الجلوكوز، أورال جلوكوز تولرانس تيست، هو يكون أدق ينطيني أرقام مفصلة. هذه لما راح يطلع لي شيء بالتراكمي خليني أشك أنا كطبيب وأدز المريض. بس لازم هنا نأشر للناس المصابين بالسكري والناس اللي دا يجيكون إنه فحص السكر التراكمي هو مو دائما يكون ينطينا نتيجه دقيقه، اكو اجهزه معينه تنطي نتيجه دقيقه واجهزه ما تنطي نتيجه دقيقه، واكو ناس عندهم حالات مرضيه او غير مرضيه تخلي قياس السكر التراكم مالتهم يقرا اعلى من الصحيح او اقل من الصحيح. شخص مثلا يكون عنده سكر والسكر مالته سيطرته سيئه ويقيس السكر التراكم مالته ويكون مثلا 6 وهو يشوف الرقم ويفرح، بينما بالحقيقه هو قد يكون مثلا عنده فد حالة تكسر بكريات الدم، أو مثلاً سيدة عندها فقر دم نقص حديد وأخذت حديد قبل شهر وتفاجأت أنه السكر التراكم مالتها قل، تجديد الدم بالأسابيع الأخيرة راح يخلي السكر التراكمي يقرأ أقل من المستوى حقيقي. يعني خلينا نقول لهم أنه بين قوسين، حتى من تسوي سكر تراكمي وتلقى طبيعي استشير الطبيب، استشير الطبيب بحالتك على مجارف. أوكي. نشاهد هذه الصورة، أعراض مرض السكر اللي المفروض أنه أغلب الناس يعني تعرفها، تأخر بالتئام الجروح، هذه فد نقطة كلش مهمة، يجوز انه يشوف نفسه انه دائما هو ينجرح وما يطيب الجرح بسرعة، التبول المتكرر، الجوع الشديد، الغثيان، تشوش الرؤية، الخدر باليدين، خسارة الوزن، العطش الشديد. اكو شغلات كلش شائعة ويجوز الناس كلها تعرفها، واشياء ممكن تصير بمرور الوقت. نعم. انه برا الإصابة. زين، اكو دكتور مرات اختلاف بين اعراض الارتفاع واعراض الهبوط بالنسبة. نعم. للشخص اللي دا ياخذ مثلا خلينا نقول علاج بمرض السكر، تختلف الأعراض بين نوبة الارتفاع والهبوط؟ أكيد تختلف، بس إذا تسمحي لي أعلق تعليق بسيط على هذا اللي معروض على الشاشة هسه، أنه هذه العلامات غالباً سكر النوع الثاني يبدي بدون أي علامات، فمثلاً خسارة الوزن، التبول المتكرر والعطش الشديد، هذا يصير بالسكر النوع الثاني من يتقدم، يوصل مرحلة متقدمة. يعني الشخص اللي ما عنده هاي العلامات مو بالضرورة يكون هو صحي تماما وما يحتاج يشيك. حتى اللي ما عنده هاي العلامات، عنده بدانه نوعا ما سمنه، عنده تاريخ عائلي، لازم، بس هي يعني العلامات كلش صحيحه. نعم. بس لازم نضيف انه عدم وجود هاي العلامات لا يعني عدم وجود السكري. علامات ارتفاع السكر وعلامات هبوط السكر. نعم. علامات ارتفاع السكر هي نفسها هاي العلامات اللي علامات الاصابه بالسكر. نعم. يعني الشخص المصاب بالسكري وخرج السكر مالته عن السيطرة وقام يوصل مثل ما شفنا قبل شوية 250 على الريق وكذا، راح يصير عنده أكيد تبول، عادة يحس به مثلا يقعد من النوم، ممكن يصير عنده نزول بالوزن وكل العلامات اللي انذكرت، نزول الوزن والجوع الشديد والعطش الشديد.
بينما علامات هبوط السكري تكون عادة هي علامات تقريباً عكسها، يعني هذه أيضاً واضحة أمام المشاهدين. نعم. إذا تحب أنه على مو تبقى بأذهانهم الصورة. الارتفاع مثل ما ذكرت حضرتك راح يكون دائماً عطش شديد، جفاف بالفم، صداع، تعب وإرهاق، زغلل بالعين، وكثرة التبول. هذه الأشياء المعروفة. بالضبط. تمام. الانخفاض راح يجي عكس، هيكون عندي عدم تركيز، تعرق، جوع شديد، سرعة انفعال، وأيضاً صداع ونوم عميق. يعني يكون دايخ، مرات هو المريض يصير عنده خبرة يعني، بحيث هو يعرف يقول لك يمكن أني هبط سكري، وممكن وياهم خفقان بالقلب، وممكن توصل المرحلة إذا شلون شبه إغماء يصير. بالضبط. الأدرينالين يبدي يصعد على مود يعوض الهبوط بالسكر، وممكن توصل المرحلة تشويش الوعي، وبعض الحالات فقدان الوعي. هنا انخفاض السكري أهم نقطة مهمة نحتاج نعرف الناس بها، أنه بعض الناس جسمهم يتعرض النوبات هبوط السكر متكررة، فيظل إحساسه بالنوبة يصير ضعيف. نعم. يعني ممكن بعض الناس يقول لي أنا من يصير السكر مالتي 20 يلا أحس، بينما يصير 60 أو 50 ما أحس به. هذا بالحقيقة هيك شخص قد يكون معرض لخطورة المشاكل هبوط السكر أكثر من غيره. نعم. دكتور، هذا إذا الصورة اللي ظاهرة مضاعفات مرض السكر. نعم. إحنا كل هدفنا أنه من نحكي ونوعي الناس ونقول لهم أنه التزموا، اكتشفوا، أخذ علاج حتى ما أوصل إلى هذه المضاعفات. مثل ماذا أشوف أنه ده يأثر لي على كل الجسم، يديني من العين، تمام، مشاكل أسنان اللثة، أمراض القلب اللي هي ممكن تكون مميتة، كلى السكر أيضا من الأمراض اللي ممكن تكون مميتة إذا وصلنا مرحلة عجز كلوي، حتى على الجهاز التناسلي يأثر، تصلب بالشرايين، اضطراب الأطراف العصبية أو اعتلال الأعصاب المحيطية مثل ما ذكرت حضرتك، مشاكل القدمين اللي هي القدم السكري اللي ممكن توصل للبتر اللي الناس تعرفها الجانجرين، اللي دائما نشوفها عند المرضى اللي سكرهم يكون مو مرتب ويجونا بالديابيتك فود للأسف. هذه نسبة المضاعفات بحكم خبرتكم دكتور اللي تشوفوه يعني بمرضانا سواء بالمؤسسات الحكومية أو بالعيادة الخاصة. نعم. إيش قد يجونا واصلين هيك مراحل؟ هو الجواب كأنه هو يعني نعم. للأسف يعني هو خصوصا الناس القليلين التعليم، قليلين التثقيف بالمرض مالتهم، هواية منهم يجي واصل لهاي المضاعفات بسنوات مبكرة، يعني وراء إصابته بسنة أو بسنتين يجي عنده مشاكل بعينه أو مشاكل بالأعصاب مالته. نعم. يعني مهمتنا بالتثقيف، مهمتنا ومهمة الإعلام بتثقيف الناس حول السكر وحول المضاعفات مالته. نعم. مهمة جدا، لأنه احنا مثل ما قلت قبل شويه معروف عالميا مضاعفات السكر ممكن النوع الثاني ممكن تصير، ممكن نكتشفها موجوده ويا الاصابه ويا تشخيص الاصابه، لانه اصابه الشخص بالنوع الثاني مثل ما تفضلتي قبل شويه هو عنده مقاومه الانسولين موجوده من سنوات. نعم. ويرجح انه تكون بين 5 إلى 7 سنوات قبل التشخيص هو يكون مصاب وما مشخص. نعم. فلذلك لازم نركز على التثقيف، لأنه دنشوف للأسف كل شهواية مضاعفات سكر بالناس الحديثين التشخيص مع الأسف. أوكي. حتى بس نقول لهم للناس أنه حكينا مصطلح مقاومة إنسولين، مقاومة إنسولين حتى تعرف أنه أنت عندك مقاومة إنسولين أو لا. أبسط شيء تكون أكو اسمرار بأسفل منطقة الرقبة أو تحت الإبط أو حتى هنا في يعني نهاية مفصل المرفق، من يكون أكو سمار معناها أنه أنا بادي عندي مقاومة إنسولين، يعني هذه خلينا نقول على الأغلب على يعني هي علامة بسيطة أنا حتى الناس بالضبط. الإنسان البسيط يعرف أنه هي عنده مقاومة إنسولين، نسميها بالإنجليزي هي specificity، يعني أنه هي هاي اللي تصير عندهم هاي العلامة، هم على الأغلب عندهم مقاومة إنسولين. نعم. بس نسبة قليلة من الناس اللي عندهم مقاومة إنسولين هي أصلاً تصير هاي العلامة. نعم. فهم عدم وجود هاي العلامة لا يعني أنه هذا الشخص ما عنده مقاومة إنسولين. مقاومة إنسولين توصل الناس إلى ما قبل السكر. نعم. أو تتدرج مقاومة الإنسولين ما قبل السكر، سكر، والسكر درجات المختلفة ممكن يصعد. فوجود هاي العلامة مثل ما تفضلتي لا ينذر، لازم يروح ويراجع ويشيك مستويات السكر مالته. نعم. بس وجود بدانة وعدم وجود الاسمرار هذا ما يحميني نعم. فالهم لازم يشيك. يعني معناها هسه احنا الفحص مثل ما ذكرت حضرتك بالنسبة للي عنده عوامل خطر يعني كبدانة أو تاريخ عائلي، هذا لازم انه حتى من منتصف يعني سنوات الشباب لازم انه يبدي يراجع. واللي ذكرت انت حضرتك حتى السيدات اللي مثلا انجبوا سابقا مثلا طفل كبير بالوزن.
هذه الصورة كلش أريد نتوقف يمها، يعني خلينا نقول هي يجوز الهدف الرئيسي من حلقتنا لهذا اليوم بمناسبة حتى اليوم العالمي للسكر. أكو هواي اعتقادات خاطئة حول هواي من الأمراض وبالذات مرض السكر. دكتور خلينا نوقف يوم نقطة نقطة. التركيبات العشبية علاج المرض، احنا هواي نشوف على القنوات مختلف، اكو قنوات فضائيه انه اكو فلان دواء او فلان تركيبه باسم تجاري مثلا وطاب من عندها المريض اللي داي يعالج سكر، وياخذوها الناس ويطلعوا لك اساسا حتى اعلانات عليها، واكو ناس تشتريها وترجع لنا ورا فتره بمضاعفات خطيره من السكر، او يعني يكون يعني واصل الى مراحل كلش عاليه. تعليقك على هذه العلاجات؟ يعني هو ويا الإعلان راح نشوف قنوات وبعضها قنوات رسمية وداعا للإنسولين. نعم. مؤسف يعني هذا الشيء، وللأسف أكو أشياء ما يشوفوها الناس، إن نشوفها إحنا بالمراكز وبالعيادات إنه الناس اللي استخدموا هاي التركيبات استمروا عليها فترة شهر أو شهرين ورجع بمضاعفات أكثر للسكر مالته. ممكن يرجع لي أصلاً كيتو أسيدوسيس. أي مضاعفات حادة تحمض الدم السكري. فبالحقيقة أكو في يوم من الأيام قريت في التقرير مسويته منظمة الـ FDA الأمريكية. نعم. على الـ over the counter المستحضرات اللي تباع بدون صيدلة بدون وصفة. نعم. فشافوا النسبة الأعلى من عدها أنه بيها محتويات مخفية، يعني يكتب على العلبة أنه هذا بيها عشبة البرتقال المر وكذا وهي. نعم. الأمور هاي، بينما بالحقيقة مثل مثال عليها هاي التركيبات العشبية. نعم. بالحقيقة هي على الأغلب بيها أدوية سكر من الأدوية الموجودة ومطحونة الحباية ومخبوط وياها أعشاب وكذا. نعم. فيأخذها المريض ممكن يحس السكر مالته بدأ ينزل شوية شوية، يفرح بعدين بالبداية. يفرح بالبداية بعدين يوقع بالمحفور. ليس له تأثير على أعضاء الجسم، احنا حكينا قبل شوية كل المضاعفات المميتة. الإنسولين يسبب الإدمان. أي. يعني الله يساعدكم أطباء الغدد الصم من أنه تقنع المريض أنه هو لازم يأخذ إنسولين، خصوصا قبل شويه شفت حضرتك انه انطيت توجيه لاحد الاتصالات انه قلت انه فتره نخليها على الانسولين وبعدين نرجعها على الحبوب. شلون تعال شلون اقنع هذا المريض انه هذا الانسولين ما راح يموتك ولا راح يخليك تتعود عليه ولا راح يضرك اساسا، هذا هو العلاج الشافي لك على مود تعيش حياتك بصوره طبيعيه. فشلون نقدر نزيد ثقافه الناس باتجاه هذا للاسف هو من الخرافات الشائعه بالمجتمع. هو ببساطه هو الانسولين مادة موجودة بجسمنا، بجسم الإنسان الصحيح، رب العالمين خلقها بجسمنا، فهي مو مادة مخدرة على مود الإنسان يدمن عليها أو فتشي من هالقبيل، موجودة بجسم الإنسان الصحيح، فأكيد إحنا دنزيد بس المستوى مالتها، موجودة بمستوى 20 نسويها 25 عادي جدا، ما راح تسبب. العلم الصحيح هواية من الناس اللي يستخدمون الحبوب جماعة السكر النوع الثاني من يدخل مثلا يسوي عملية فترة ما قبل وبعد العملية احنا نستخدم له الانسولين ووراها راح يرجع على ادويته يرجع على ادويته ويسيطر بشكل طبيعي. يعني. ايضا واحدة من الافكار الخاطئة انه يمنع الحمل والانجاب، انه يتصورون جزء انه كامرأة اذا هي كانت مثلا مصابة بالسكر خطر مثلا عليها الحمل او ممنوعة هي من عنده، لكن اكيد نعرف انه احنا لازم يترتب السكر بطريقة جيدة جدا وصارمة جدا على الأقل على الأقل 3 أشهر 4 أشهر قبل الحمل حتى أقل المضاعفات الحمل اللي ممكن تصير بسبب السكر اللي من ضمنها أيضا التشوهات الخلقية. هذه يعني طبعا يراد لنا حلقة كاملة نسويها على سكر الحمل. سكر الحمل. تجارب الخلايا الجذعية هذه كلش يعني أريد أوقف يمها صراحة، لأنه هواي تجينا حتى أنا يعني من الناس اللي تجيني مثلا استفسارات بصورة شخصية أنه سمعنا أكو هيج تجارب بفلان دولة بفلان مراكز مثلا حول العالم وكذا مبلغ، والناس مثل ما يقول يعني الغرقان يشلب بقشاية اللي خصوصا مثلا على الأطفال أو المريض المعتمد على الإنسولين فيريد يخلص من عنده بأي طريقة. تعليقك على الموضوع؟ هو عاشت إيدك هنا أنا مكتوبة تجارب الخلايا الجذعية وليس العلاج بالخلايا الجذعية. نعم. هي تجارب الخلايا الجذعية قائمة من سنوات طويلة، بس هي طالما هي تجارب فالمفروض تتم على متطوعين، وبعض الأحيان الدراسات بالعالم المتطوعين ممكن يمنح مبلغ مادي، مو ياخذون من عنده فلوس، ينطوا مبلغ مادي مقابل انه قبوله انه يدخل بهاي التجربه. المشكله مرضانا ما يفتهمون هاي النقطه دكتور، يعني مع الاسف ناسنا كل يعني نحكيها بصراحه مجتمع او مريضنا العراقي من يطلع خلينا نقول خارج الحدود خارج العراق، لان هي هاي التجربه موجوده في بلدنا نحكيها، يعني موجوده بالدول الاخرى، موجوده ببعض الاماكن اوكي يجوز هنا وهنا موجوده. نعم. بس انه خلينا نحكي من يروح برا المريض ما يعرف حقوقه،
يعني بالضبط. هسه انت ذكرت في نقطه كلش مهمه جوز تخفى على الكثير، انه انت من تفوت في تجربه علميه المفروض انه تاخذ مبلغ مال، بينما هو راح يروح يصرف لي ملايين على مود يدخل بهاي التجربه اللي راح يطلع هو اكيد ما مستفاد من هذا الشيء. وابسط شيء من يدخل بالتجربه المفروض يوقع فشيء يشبه العقد، انه اذا نعم. صار بمضاعفات شنو اللي له وشنو اللي عليه، على مود اذا يصير تفشل التجربه قد يكون له حقوق مثلا بعدين يسترجعها من الجهه اللي تسوي التجربه. اوكي يعني نقول هم ابتعدوا عن هكذا، لا تصيرون طالما هي تحت التجربة. التجارب من نسمع انه الدول العالم انه اقرت فلان علاج بالضبط. او فلان طريقه علاج ذاك الوقت احنا ناخذ بها. اوكي هذه الصوره ايضا دكتور، شنو تعليقك عليها هذه الاحصائيات او هذه الارقام؟ هذه الأرقام من التقرير منظمة السكر العالمية اللي سنة 2021 قبل سنة هنا تستعرض مدى شيوع مرض السكر نسبيا بين الدول، أكثر 10 دول شيوعا بالسكر. نلاحظ مثلا الكويت هي ثالث دولة بالعالم ونسبة الشيوع عندهم تقريبا ربع الكويتيين مصابين بالسكر، فد رقم مخيف يعني. والشيء الأكثر أهمية من عنده أنه المتوقع إحنا ما موجودين بهاي العشرة الحمد لله نعمة لأن ما عندنا إحصاءات نعم. المتوقع بعد بال 2045 بعد 25 سنة أو أقل راح الكويت تصير تقريبا 1 من كل 3 كويتيين راح يكون مصاب بالسكر. هنا عندنا مصر مثلا بالمرتبة العاشرة عالميا حاليا 1 من كل 5 من كل 5 أشخاص مصاب بالسكر. الـ25 سنة القادمة راح يصير تقريبا تصعد، راح تصير نلاحظ يمكن أكو جراف ثاني. شباب عرضونا باقي الصور إذا ممكن. زين دكتور بين ما ينعرض الصورة إنه تقديراتك الشخصية في حال لو أكو إحصائيات مضبوطة في بلدنا، إحنا إيش قد مصنف من ضمن هاي العشرة؟ يعني إحنا ما نحب نكون متشائمين، بس على الأقل من نقارن العرق مالتنا هو العرق العربي. عندنا الكويت وعندنا السعودية كانت ملونة. اللايف ستايل بالعراق. واللايف ستايل. الوعي المعدوم تقريبا. بالضبط. فيعني على الأقل إحنا حالنا حال بقية دول الشرق الأوسط. أوكي. يعني. دكتور هذه الصورة شنو تعليقك عليها؟ هنا شوية موضوع هو حزين، يعني إنه عدد الوفيات من السكر. بعض المناطق العالم وليس الدول. نشوف يعني 25 ربع الوفيات بالشرق الأوسط اللي تصير هي ربع الوفيات لها علاقة مباشرة بالسكر. رقم مخيف يعني. هسا احنا نعوف الإرهاب وحوادث السير وكل الأمور الأخرى، السرطانات نعوف أمراض القلب، السكر إلى حصة ربع الوفيات بالشرق الأوسط، بينما الولايات المتحدة أقل 18% تقريبا. لذلك الولايات المتحدة شمال أمريكا مخصصين ميزانيات ضخمة بسبب هاي الصورة اللي حضرتك إنه إذا نشوف هسه الولايات المتحدة مخصصة ميزانية 380 مليار دولار. طبعا هي الميزانية مو ميزانية مباشرة، هاي 380 مو يشترون بها حبوب وإنسولين، ما بين العناية بالسكر والمراكز والأبحاث اللي تخص السكر. هذه قلناها العناية الكاملة. زين يعني الولايات المتحدة مترأسة العناية الكاملة. هذا تقرير رسمي يعني السكر. قد يكون الرقم غريب يعني. إحنا وين؟ إحنا إحنا هذا الرقم الميناء الثالث من اليمين. هذه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هنا إذا نشوف الشمال أمريكا هو العمود الأطول اللي دا تصرف على الشخص الواحد بالسنة 8000 دولار سنويا للشخص الواحد بأمريكا، بينما بالشرق الأوسط والدول المقاربة إلى أقل من 1000 دولار تقريبا. هنا يطلع 500 دولار للشخص الواحد. زين. بالمناسبة العفو اسمحي لي بس أضيف نقطة، هذا الحكي من يقول الشرق الأوسط يشمل دول الخليج الغنية فيأخذها كمعدل. زين. يعني مو بالضرورة أنه إحنا بالعراق دا نصرف 500 دولار على الشخص الواحد سنويا، لأنه بالإمارات على سبيل المثال بقطر الناس اللي يستخدمون مضخة الإنسولين هذه ما يدفعون شيء. ما يتكلف أي شيء. ويتكلف الدولة. فيعني هاي المصاريف مو من عندنا، يعني على الأغلب إحنا أقل من 500 دولار يعني. يعني وهذه يعني المصاريف الأقل هذه أكيد ترجع لي بشيء نيجاتيف على المريض. بالضبط. هي المصاريف إحنا من نصرف إحنا أقل على المريض، هو المريض راح يصرف من جيبه لأنه راح يروح يسوي عملية العينة ويدفع فلوس. ويسوي عملية بتر وراح يدفع فلوس وراح يخسر مصدر رزق ربما، والموظف راح ياخذ إجازة يتخربط وياخذ إجازة راح يعرقل العمل الحكومي، هذني كلهن خسائر من السكر بس غير محسوبة.
يعني معناها الدول المتقدمة والمتطورة من تصرف على المريض يعني أكثر، مو حبا خلينا نقول بالمريض بالدرجة الأولى، بس دولة تفكر بمصلحتها أنه استفاد من هذا بالضبط. الفرد الإنساني اللي بكامل يعني صحته. إذا ما نصرف هذا المبلغ راح نخسر أكثر من عنده، راح أخسر يعني طاقة بشرية. لا نعم. تمام، الوقت مر سريعا جدا مع حضرتك دكتور، إن شاء الله نكون غطينا أكثر النقاط اللي كنا رايدين أنه نتكلم بها. شكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، يعني التوعية جدا ضرورية حول مرض السكر، أتمنى تأخذوا النظر الاعتبار كل النقاط اللي ذكرها دكتور مقداد، والمفروض أنه نشخص مبكر، كلنا نشيك سكرنا التراكمي حتى نتجنب مضاعفات السكر المميتة. الصحة والسلامة لكم مشاهدينا، وانتظرونا بالأسابيع المقبلة.